السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم وش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. واليوم جاتكم بفيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة توم برايدر والسلسلة اللي ماشيين فيها بإذن الله لحتى نختم هاي اللعبة، الجزء الثالث اليوم وتختيم مهمات رائعة وحماسية، فخلوكم مع الفيديو. فهون دخلنا على المحطة هاي، راح نحاول نلاقي الشغلات اللي بتفيدنا. هون مو ما في شيء، في هاي حلو. اطلع يا لارا، يلا يا لارا. اوف بهاي السهوله لقينا القطعه. عم يعذبوه لجون، ما ادري شو كان اسمه. جوني، جونا ها اسمه جونا، عم يعذبوه. مرحلة الإنقاذ يا جماعة الخير، إنقاذ جونا بسرعة بسرعة بسرعة. تعال تعال نيجاتيف، قلت لي مو قلت لهم نيجاتيف مو لعلمك النيجاتيف شلون بصير. هلا طول انت ومعلمك. عم تعذبوا لي جونا يا كلاب، عم تعذبوا لي جونا ولا يو بادي. اوف اوف هدي 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 هدي. روح انت، وين رحنا وين رحنا وين عم نروح؟ والله بليمتنا. اطلع يلا يلا، اطلع اطلع يسعى الدين، اطلعوا ونزلونا هن ببلاش بدون تعب. يلا يلا ارقدي 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 ارقدي. هوب وين وين بعدين؟ هوب يا عين. جهز نفسك، اعطي رفسي اعطي رفسي. لا لا روح. شلونه مخك؟ وصلنا. وين جونا؟ بسرعة بسرعة لعند جونا بسرعة، رح يبلش الفايت. العثور على جونا في محيط السجن يا عين. الجزء الثالث انقاذ جونا يا جماعة الخير رح يكون عنوانه هذا، انقاذ جونا. ايوه اخذنا مفتاح السجن. شش لا حدا يطالع صوت انت وياه. اطلعوا خذوا اسلحه، افتحوا الباب خذوا اسلحه. يعني يو لويال تل علي الحلال، لا لا انا اساسك علي الحلال، بدي اخلي الميمي تبكي عليك لك اسحب لك مخرز. انت زلمه دروب، يلا يلا لك بلعي تو عليك. جونا يسعد دينك يا جونا. اقتل معه، دو ات. بلا بليز نو. راح يخطف منه الفرد. لا يا جونا يا غبي، يا جونا يا حمار. كل ايفري ون، هلهم بالبناء اللي انا فيه، قتلوا كل الناس. لا بكير هلا لخطر لك يا غبية. انقذي جونا، جونا منصاب، شلون رح ناخده؟ سوري يا حيوان. حبول انا كان لازم علي اقتله. هلا اجوا هدول اللي طالعتهم من السجن رح يساعدوها. They're coming. We surrounded. نحن محاطين. هن قادمون، نحن محاطين. هو يموت ومعنا وقت كتير. هو يموت ومعنا وقت كتير. Bar the door. أغلق الباب ودعم الباب منيح يا حبيبي، واترك الباي علي. ابعاد مهاجمي تريزنتي. وينه؟ تعا تعا. بس بس دايا خليني أطور شوي أسلحة. دايما نطور الاسلحه بس 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 عيروني جزء من الثاني. تعال خلينا نطور الشوتجن، راح نستخدمه كثير. يلا يا حبيبي خلاص خلصنا. تعال 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 خلينا نفتح صندوق. اخذنا شويه لوت،
هلا راح يكون فايت قوي يا جماعة الخير لأنه توعدونا بمهاجمين كتار. يلا روحي 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 روحي. يا لطيف. أنا داد. لك شو؟ مفكر قدامك أبو بدر أنت ويا ولا قدامك أبو شهاب؟ مدري مراد على مدار. أمبلي. يا عفو الله هليكوبتر ضدي كمان. هليكوبتر. يا عفو الله. هيلي 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 هيلي. هيل 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 خدي هيل. لك خدي هيل ما عم يخلوني اتحكم فيها. ابلع انت وياه ابلع. لوتي 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 لوتي. ابلع ابلع. يا ربي دخيلك اهربي. تكرم 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 انت وياه تكرم. يا لارا يا لارا اصحي بقى. ما بدي اتجاوز الحلو حلو الفايت. في محل نروح عليه؟ في. صدقيني. يلا روحي روحي يا لارا بسرعة يا لارا. بس نقتل الواحد هون يا شباب، نقتل الواحد. تعا. تعا تعا. لك لعيون اجدادك، لعيون امك وابوك، تعا. انزلي. انزلي. انزلي والله لا اطلع لكم من تحت الارض واشيلكم يا واطي من نخله. لا هون بشيلوني هيك. بس دقيقة دقيقة. لا 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 دا ما كان لازم اموت، ما كان لازم اموت. يا شباب فايت قوي فايت نار. ها والله شي جاست ديستبير يعني هي صارت تحت وقعدت تحت. تعا 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 انت تعا حبيبي تعا. ابلع ابلع لعيون اجدادك انت وياهم. هدوا هدوا شوي. ايوه تعالوا شوفوني هون يا عيني عليكم اساطير. اطلعي لهم من هون يا لارا. يا اخي شايفين يا دول؟ ايوه هي قلت لا لا انزلي لك انزلي يا غبيه انزلي. انا بس هيك عم لهيهم. ما في حل صعب الفايت صعب. يا عيني. قال له شيت وي لوست نحن عم نخسر. عم طلعوا لهون ما بنطلع لهم من هون. ابلع ابلع انت وياه ابلع. تعا 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 تبلع. لا 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 انت منين جيت؟ يا خسيس يا ندب. هيل. تعا حبيب. فايت 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 قوي يا جماعه كتار من المشكله كتار ورصدوا لي. يلا يا يونا يلا يا يونا. ما مات ما مات ما مات عايش عايش. جونا جونا. لا يا يونا. جايكوب هيز داينج هو يموت. شو عم يعمل له خلطة سحرية يعني ولا ايش الوضع؟ اوف
عايش هذا. ايش سواله سحر؟ نعمل يضربه. ايش قال له الرب وما بعرف ايه صار يحكي له هيك ادعيه وخزعبلات. لك خلاص يا اخي شيلونا من الحوارات. وهذه الطاقه الضراريه الارضيه يا جماعه الخير. هون راح انهي فيديو اليوم. الجزء الثالث هيك بنكون خلصنا منه انقاذ جونا واعادته الى الحياه. فالجزء الثالث من لعبه تختيم توم برايدر او مسلسل تختيم توم برايدر بيكون انتهى معنا اليوم. انتظرونا بالجزء الرابع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.